نفى عضو مجلس النواب عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي وجود أي فيضان في نهر الفرات، مؤكدا أن النهر يعاني أصلا من ترسبات فيه. كل ما يشاع حول احتمالية وجود فيضان في نهر الفرات وحوضه هي حقيقة كلام ليس دقيق وليس منطقي. نهر الفرات يعاني من ترسبات كبيرة، يعاني من إشكاليات كبيرة في حوض النهر وفي قعر ومجرى الماء، وبالتالي ما يحتاجه من وزارة الموارد المائية ليست تخويف الناس وتحذيرهم بهذا الشكل وإقلاق الساكنين وأهل المدن، وإنما التوجه إلى نهر الفرات لكرية وإكساء أكتافه وإزالة الترسبات في مجرى الماء. أما بهذا الشكل الكميات المطلقة لحد الآن هي حقيقة لا تكفي لملء السدود الموجودة، وهناك مساحات لخزن الماء الميت كبيرة، الأهوار ما زالت لحد الآن تحتاج إلى كميات كبيرة، اللسان الملحي لا زال لحد الآن يهدد البصرة، وبالتالي كل ما يحتاجه الموضوع هو كري مجرى الماء وإزالة التجاوزات وتكسية أكتاف النهر.